نطلب من فريق التقني يزيد لي برك من الصوت باش نسمعك خير استاذ. اذا اليوم خيرنا نتكلموا على الصلح قانونيا اي في الجانب القانوني، يعني كثير ما نصادف هذا المصطلح، يعني مصطلح الصلح في النزاعات القانونيه. بدايه يعني نحب نعرفوا على هذا او نتعرفوا اكثر على هذا المصطلح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سؤالك عن هذا المصطلح، هذا المصطلح قبل ما يكون وارد في التشريع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية، فهو مذكور في كتاب الله، يعني مذكور في القرآن الكريم، وربي يقول والصلح خير. والصلح خير، إذا هو مذكور الصلح منصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في أحكام المادة 98 وما يليها، وكذلك مذكور في قانون الإجراءات الجزائية في المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية. والصلح ينهي الخصومة القائمة بين الطرفين المتخاصمين والمعروضة أمام القضاء. يجب أن نفرق بين القضايا ذات الطابع المدني والقضايا ذات الطابع الجزائي. ففي القضايا ذات الطابع المدني، ويدخل في هذا الإطار قضايا الزواج والطلاق، قضايا الديون، قضايا الخصومات حول العقارات، كل أشكال القضايا المدنية. يجيز فيها المشرع إجراء الصلح أو إجراء الوساطة لإنهاء هذه الخصومة، لأنه هنا يرجع الأمر إلى إرادة الطرفين، وقد يعرض الصلح القاضي بصورة تلقائية من تلقاء نفسه عندما يرى أن وجهات نظر المتخاصمين متقاربة، فيعرض عليه الوساطة في بداية الإجراءات، وإذا لم تنجح الوساطة بإمكان القاضي أيضا أن يعرض الصلح على المتخاصمين. وقد يكون الصلح يعني من طرف المتخاصمين أنفسهما، يعني يبدأوا يرفعوا قضية أمام العدالة، وأثناء سيرورة الإجراءات نتاع التقاضي يتدخل ربما وساطة أو جماعة الصلح أو جماعة الخير وبين المتخاصمين، ويجدون حلا يجسد هذا الحل في وثيقة الصلح، وتقدم هذه الوثيقة أمام القاضي يعتمدها في الحكم الذي سيصدرها، بشرط أن لا يمس هذا الصلح بمسائل النظام العام، أو أن لا يتضمن أشياء ممنوعة قانونا. بما عدا ذلك يجوز الصلح ويتقدره القاضي في كل القضايا المدنية. وإحنا لما نتكلم عن الصلح في القضايا المدنية، فالعائلة الجزائرية والأسرة الجزائرية عندها كثير من الخصومات فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، زواج، طلاق، نفقة، الحضانة. وحتى المشرع الجزائري في قضايا الطلاق ينص في أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن القاضي لا يمكنه أن يصدر حكم الطلاق إلا بعد إجراء محاولات الصلح بين الطرفين. فتلاحظين معي في بعض المسائل الشخصية وجوبي محاولة الصلح وجوبية. قد أعود إليك فيما بعد في الإشكالات، وهذه كثير جينا عليها أسئلة، إشكالات الصلح في قضايا الطلاق. يعني إنسان شخص، رجل أو زوجة ترفع دعوة، رجل يرفع دعوة الطلاق أو زوجة ترفع دعوة الخلع، ثم لما يستدعيهم القاضي باش يحضروا جلسة الصلح أحد الزوجين يتعمد عدم الحضور، فتبقى القضية متراوحة، يعني كل مرة القاضي يأجلها ينتظر قدوم زوجة أخرى. وللأسف في بعض المحاكم، وليس كلها، أحيانا في بعض المحاكم القاضي يعتقد، عنده بعض القضاة عندهم تفسير لا أقول خاطئ ولكن النص ماهوش واضح لحداه، بعض القضاة يقول لك إذا ما جاش أحد الزوجين لجلسة الصلح ما نفصلش في الطلاق، يرفض الدعوة نتاع الزوج ولا نتاع الزوجة، وهذا خطأ. هذا خطأ، يعني زوجة ترفع دعوة نتاع الخلع مثلا، ولا زوج يرفع دعوة نتاع الطلاق،
والزوج الاخر ما يجيش لجلسه الصلح. فبعض القضاة يفسرون مصطلح محاولة الصلح انه لازم يكون فيه صلح، اذا كان ما حضرش الزوج يرفضوا الدعوة، وهذا خطأ. هذا خطأ يعني، والحمد لله اليوم فيه كثير من المحاكم راهي تتدارك هذا الحكم، هذا الأخطاء هذه، يعطيوا فرصة للزوج ولا الزوجة باش يحضروا جلسة الصلح، إذا ما حضرش المرة الأولى يزيدوا له فرصة المرة الثانية، إذا ما حضرش المرة الثانية يزيدوا له فرصة الثالثة والأخيرة، وإذا كان ما حضرش يفصل القاضي في الدعوة كما هي مطروحة. طيب أستاذ نجيب بيطام، يعني كنت ذكرت لنا القضايا اللي يجوز فيهم الصلح، يعني اللي يقدروا يديروا فيهم الصلح قانونيا. القضايا المدنية. القضايا اللي ما يجوزش فيهم الصلح، يعني ولا تذكرهم لنا. القضايا المدنية كل قضية يجوز فيها الصلح، إلا إذا كان الصلح هذا منصب على مسائل تتعلق بالنظام العام، أو إذا كان الصلح هذا راح يتضمن مسائل مخالفة لواش كان في القانون، هنا القاضي يرفض هذا الصلح هذا، لأن الخصومة في القضايا المدنية هي ملك للأطراف، القضية تتعلق بطرفي الخصومة، إذا كانت الخصومة هذه راح تمتد تقيس النظام العام ولا تقيس ناس أخرين ولا تقيس جيران أخرين ولا كذا، هنا القضية تدخل ما يقبلش الصلح. إذا الصلح في المبدأ العام مقبول في كل القضايا المدنية إلا إذا مس هذا الصلح بالنظام العام. الآن نرجع لك للقضايا الجزائية. القضايا الجزائية قضايا يعني المخالفات والجنح والجنايات، هذه نصت عليها المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية، أنه تنقضي الدعوة العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بتنفيذ اتفاق الوساطة أو بسحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة. ودوك نرجع نفصل الكلام، كذلك تنقضي الدعوة العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة في مواد مثلا قضايا تاع الجمارك، الجرائم تاع الجمارك فيه مصالحة، شخص ضبط بمخالفة جمركية القانون يسمح له باش يدير مصالحة ودية مع الجمارك قبل ما يفوت الشرع. إذا كان توصل الصلح هذا ما يفوتوش الشرع. الآن ما هي القضايا التي يقبل فيها القضاء الصلح؟ القضايا الجزائية، القضايا تاع المخالفات، لأن كثير من المواطنين يسألون يقولون كيفاش أنا تقابلت أنا وجاري ومن بعد درنا الصلح، كيفاش العدالة ما نهاتش القضية، كيفاش فوتوني الشرع وكيفاش حكمت علي المحكمة؟ هنا نوضح، الصلح في المواد الجزائية لا يجوز إلا في الوقائع والجرائم التي نص القانون صراحة على وجوب الصلح. يعني أنا أعطيك مثال بسيط، قضايا السب والقذف، المواد 296 و298 من قانون العقوبات. هذه احيانا الجزائري معروف شويه طبعه تاع الخلقه، يتقابل هو وجاره ولا هو شخص في الطريق، يكون شخص يسبه بكلمات نابيه، كلمات مسيئه، يمشي يدير به شكوى في لحظه الغضب هذه. ثم من بعد لما يركح ويدخل الوساطه ولا كلام يحب يسمح لهذاك، هذه يجيز فيها القانون الصلح، والصلح لهنا ينهي تنقضي معه الدعوة العمومية. يعني أنا إنسان شكابية باللي سبيته، لما نوصل للمحكمة ولا أمام السيد وكيل جمهورية ويعفو عليا يصفح عليا، ما كانش متابعة، ما جون ريسك ريان، يعني ما كان ولا حكم يقدر يصدر ضدي. يعني القضية تكون في صالحي وما يتسجل حتى شيء في صحيفة سوابق القضايا تاعي. قضايا القذف ايضا، المادة 298 والمادة 299 ايضا يجيز فيها القانون، واحد كتب في جريدة ولا دار حاجة في الفيسبوك يقذف في اعتبار هذاك الشخص ولا هذيك العائلة. لما نوصلوا للمحكمة ولا امام السيد وكيل الجمهورية، يجي هذاك الضحية يصفح عليا، هنا ما تكونش متابعة. قضايا الضرب والجروح العمدية بشرط، وهذه لازم المواطن والجزائري يفهمها بها، بشرط العز ما يلزمش يتجاوز 15 يوم، يعني زوج ولاد تقابلوا، زوج شباب ولا زوج جيران تقابلوا، الضحية عنده شهادة عز، شهادة طبية، العز تاعها ما فاتش 15 يوم. وما فيهاش سبق الإصرار والترصد،
وما فيهاش سلاح ابيض، يعني تقابضوا باليد برك باليد. هنا مخالفه، المخالفه لما يجي هذاك الضحيه يصفح عليا امام القاضي جون ريسك ريان، يخرج حكم بانقضاء الدعوى العموم. الان اذا تجاوزت الشهاده الطبيه 15 يوم هنا ما فيش الصلح، لا يضع حد للمتابعه. وانما لازم يفهم المواطن لانه احنا على مقربه ان شاء الله على ابواب من عيد الاضحى ان شاء الله، ودرنا اخترنا هذا الحصه هذه في هذا الوقت بالذات حتى نحث الناس انه تسعى للصلح، ربما في بعض القضايا تاع السب والقذف وكذا وبين الزواج لحظات غضب، لحظات غضب صح، ويمشيوا العداله. وانا ديما نقول عندي واحد مثل نقولوا في القضايا البسيطه بين الجيران والازواج الرابح فيهم خاسر، صح الرابح فيهم خاسر. اذا هاي فرصه تاع العيد الناس تمشي باش تدير الصلح وتتصالح ان شاء الله. طيب استاذ بيطام، يعني في اي مرحله يكون الصلح يعني في النزاع القانوني، يعني في اي مرحله ممتاز يقدر يكون الصلح؟ ممتاز ممتاز ممتاز، هذا سؤال مهم جدا جدا. في القضايا المدنيه في اي مرحله، القضايا تاع البيع والشراء، القضايا تاع النزاعات بين الجيران كذا، في اي مرحله كانت عليها القضيه امام القضاء يجوز فيها الصلح، حتى اذا كان صدر حكم في المحكمه الابتدائيه. في الاستئناف نقدروا نديروا الصلح والقاضي ياخذ بها الصلح. في القضايا الجزائيه، وهذه سؤال في الجوهري، كثير من المواطنين ما همش فاهمينها، يقول لك انا تقابلت انا وجاري سبني جاري ورحت درت به بلاغ عند الشرطه وراني عاودت رجعت بعد يومين للشرطه ودرت تنازل، علاش ملفي عجبوه العداله؟ يعني من بعد يتفاجئ بالقضيه تاعو استدعاء من طرف العداله ولا بحكم غيابي. الصلح الذي يؤخذ به امام القضاء هو ذلك الصلح الذي يتم امام الجهه القضائيه، وليس الصلح الذي يتم امام الشرطه. ونعاود نتاكد، الصلح والتنازل عن القضايا اللي تم امام الشرطه او الدرك لا يضع حدا للمتابعه، انما يجسد في المحضر، وضابط الشرطه القضائيه يحول الملف لوكيل الجمهوريه. اذا كان ما زلنا صح لازم يمشيوا الاطراف امام السيد وكيل الجمهوريه، هو الاول اللي يتصل بالملف. لما يصرحوا قدامه بالصلح في القضايا التي يجوز فيها الصلح، الضرب الجروح العمديه اقل من 15 من 1000، قضايا النفقه بين الازواج، قضايا السب والشتم، هذه القضايا هذو يجوز فيهم الصلح. اذا الصلح ليؤخذ به امام هو ذلك الذي يتم امام القاضي، وليس ذلك الذي يتم في امام الضبطيه القضائيه. هذا عن سؤالك عن الجهه التي او الاجراءات المرحله نعم المرحله التي يتم فيها الصلح. نذكر في نقطه واحده اخرى ربما. تفضل استاذ. يقول لك ما دام الصلح ما ينفعش في قضايا اخرى علاه ندير الصلح؟ لا، لازم نذكر المواطن انه في القانون الجزائري وفي كاين كل التشريعات كاين مثلا الماده 53 من قانون العقوبات و 592 من قانون الجزاء الجزائيه اللي تتكلم على ظروف التخفيف. كي تعود قضيه حتى جريمه كبيره، حتى في قضايا القتل، في قضايا السرقه، في قضايا كذا، لما يكون الصلح بين الضحيه والمتهم، القاضي ياخذ ذلك الصلح بعين الاعتبار في ظروف التخفيف. يعني يخفف العقوبه على هذاك المتهم اعتبارا نعم للصلح الواقع بين الطرفين. نعم. لذلك الصلح في كل القضايا، في كل القضايا الجزائيه ننصح به، ننصح به، لانه القاضي ياخذ به في ظروف التخفيف اللي هي سلطه تقديريه للقاضي. استاذ، يعني في حال اطراف نزاع فضلوا الصلح، يعني هل الحق العام هنا يسقط؟ لا، ما يسقطش الحق العام. الصلح، شوفي مليح في الفاضلة، الصلح في القضايا اللي نص عليها القانون صراحة انه ينهي الدعوة العمومية، تنقضي بموجب الدعوة العمومية كالسبي والشتمي والإهمال العائلي وعدم تسديد النفقة وعدم تسليم الأطفال. هذا الصلح إذا كان صلح خلاص الحق العام ما يدخلش، يعني النيابة العامة ما تدخلش الامراض. نعم. اما في القضايا الاخرى لا، قضايا السرقه، قضايا الضرب بسلاح ابيض، قضايا القتل، قضايا الاختطاف، حتى واذا كان صلح الحق العام، يعني النيابه العامه اللي تمثل المجتمع ما يسمحش، لان الجريمه هنا تكون قد تعدت الضرر الشخصي
واصابت المجتمع لما نتكلم على جريمه الاختطاف. الاختطاف ما تجيش غير الشخص الضحيه اللي خطفوا ولده، راه يلقيس المجتمع برمته، الناس الكل تعود خايفه على ولادها، الناس الكل تعود مذعوره. اذا هنا حتى اذا كان صلح، ربما القاضي اقول ربما اذا ما فيش ملابسات تاع العنف على المخطوف وكذا ربما يخفف شويه العقوبه، لكن النيابه العامه التي تتكلم باسم المجتمع يعني وكيل الجمهوريه ولا النائب العام يتكلم، هذا ما يسمح وما عندوش حق يسمح في قضايا كما لانه هو يتكلم باسم المجتمع والمجتمع ضرر من هذا الجرائم هذه. اذا الصلح الذي ينهي القضيه امام العداله والمتابعه والدعوه العموميه هو الصلح المنصوص عليه صراحه في القانون. القضايا اللي ماهوش منصوص عليها لا ينهي المتابعه القضائيه، انما قلت لك يخفف من وقع العقوبه. مفهوم استاذ. يعني باش نختموا الموضوع، بعض النصائح بالك تقدر تقدمهم للناس خاصه مع اقتراب عيد الاضحى فيما يخص الصلح الى غير ذلك؟ نشوف فيما يخص هذا الامر. هذا انا بما اوصي وقلت لك قبلي انا ربي اوصى بالصلح، والصلح خير في نوصي المتخاصمين خاصة في القضايا هذه الشخصية تاع الإهمال وتاع النفقة وكذا، أنه يمشيوا للصلح أحسن، لأنه تمشي للقضاء فيه تعب كثير، فيه تعب نفسي وتعب جسدي وتعب مادي، فيه أموال كثيرة تخسر في الخصومات القضائية. فهذه فرصة تاع العيد، ننصح المتخاصم خاصة الجيران، اللي عندهم خصومات تاع العقار ولا كذا، يمشيوا يديروا جماعة تاع الصلح ويلقاو الحل، فيما بينهم ويجيو للقاضي يجسدوا هذا باش يربحوا، الوقت ويربحوا يعني خاصة الحالة النفسية. كثير من المتقاضين يعني يصابوا بإرهاق نفسي، ليلة كان هو يخمم على الصراع نتاعو، كيف راح يدير الاتعاب نتاع الاجراءات نتاع المحامي نتاع المحضر القضائي نتاع المصاريف القضائيه فيه يعني انا ديما نقول في القضايا هذه بين الجيران وبين الازواج الرابح فيهم خاسر. اذا نمشي ونديروا الصلح. انا نتفاهموا احنا الناس اللي يكونوا في لحظه غضب ويزربوا يروحوا يديروا شكاوى، لكن بعد مده بعد اسبوع بعد عشرين يزول هذاك الغضب هذاك ونمشي ونديروا الصلح احسن من اللي نزيدوا نعمقوا هوة الخلافات، لأن الخلافات هذه تنتقل ربما من الآباء حتى الأبناء وتسود العداوة. على زال واش؟ على زال حاجة بسيطة خلاص ربما واحد من الجيران تعدى غلط تعدى على جاره والضرر يمكن إصلاحه ببساطة. إذا نغتنم فرصة العيد ونمشي ونصالحوا ونجسدوا الصلح هذا في وثائق الصلح بحضور جماعة الصلح. وانا نسمن هنا ونحيي احنا عندنا في المناطق الداخليه في مناطق داخل الوطن مازال جماعات الصلح تلعب الدور تاعها في الصلح بين في الخصومات، لهذا نسمنوا العمل تاعهم كثير ونتمنى ان شاء الله العيد هذا يعود بالخير على البلاد وعلى العباد ان شاء الله. وكل عام وانتم بخير. شكرا لك استاذ حايد، كل عام وانت بخير، شكرا على هذه المداخله، دائما مواضيعك يعني يفيدونا. شكرا لك حايد، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. إذا مشاهدينا كانت هذه فقرة الميزان مع المحامي نجيب بيطام اللي تكلمنا فيه على الصلح من الجانب